الفكره احنا خدناها من ان احنا بنحاول نقرب الناس من بعضها اكتر، لان دلوقتي كله مشغول بالسوشيال ميديا والتليفون والفيسبوك وكده، فاحنا حاولنا نعمل حاجه نقرب الناس مع بعضها. عملنا فكره صندوق كده، تيجي تاخد البوكس تحط فيه تليفونك ساعه ما بتدخل المطعم لغايه ما بتمشي، واحنا بنحفزك على الموضوع دوت وبنديك ديسكاونت 20% خصم. الويترز بيدخل على الترابيزه بيعرفك بالفكره نفسها، في ناس بتيجي اصلا ما بتخشش خاطر الفكره، اللي هو هنخصص جزء في الكافيه ما فيهوش ولا ارسال ولا شبكات ولا واي فاي، يعني هيبقى ما فيهوش شبكه خالص نهائي، فدي فكره برضه احنا بنحاول نطورها في المكان يعني. والله انا اول مره جه هنا دخلت لقيت فيه رولز مكتوبه على الباب بتاع المكان، الرولز عجبتني جدا، وازاي بالذات فكره الموبايل ديت، لان الموبايل دلوقتي باخد كل وقتنا، يعني انا بتقابل كل مره انا وخطيبتي ممكن ما نتكلمش مع بعض كلمتين، بس الحمد لله لقيت فرصه ان انا يعني اقعد معاها اكتر وقت ممكن، وكمان بناخد خصم 20%، وانا هاجي المره الجايه باصحابي عشان انا عايز اقعد معاهم، وحشوني بصراحه قوي. انا برتاح ان انا اجي هنا، ان الواحد بيلاقي فرصه ان هو يتكلم مع سواء مع جوزي او مع اولادي، حاجات كتير بقى يعني، ونسيب الموبايلات دي بينساها بصراحه. انا عجبتني الفكره بتاعت ان انا اسيب موبايلي دي، وفيها برضو حته تشجيع انك تاخد ديسكاونت 20%، فلا افضل ان انا اطبق الفكره واستغنى عن موبايلي واقعد اتكلم، فلما نتكلم مع بعض في حاجه كده اوش اللي بتحصل، انت بتبدا تحس ان انت متفاعل مع الناس، خاصه التفاعل ده بيبقى مع مراتك مع ابنك مع اخوك، حاجات كويسه. انا ما بحبش اسيب الموبايل بتاعي، ما بقدرش استغنى عنه، انا بتواصل مع اصحابي كتير على النت بره مصر جوه مصر، صعب قوي ان انا افرط الموبايل بتاعي بصراحه.